الفنانة التشكيلية سماح حمدي تقدم عرضاً مسرحياً يجسد أشكالاً وصوراً للعنف الجسدي ضد المرأة من خلال نموذج تمثيلي تقدمه بصورة امرأة تصلب وتجلد بقسوة، كناية عن تقاليد المجتمع التي تسعى إلى جلد المرأة والتحامل عليها، وتعبيراً عن حجم الألم التي تعانيه المرأة. performance هو حاجة ما بين المسرح وما بين الفيجوال أرتس أو الفنون البصرية. العرض كان انه في ايكون زي علامه المترو، ايكون خشب بحجم الجسم الطبيعي يعني. في ولدين بيخشوا يسحبوا بنت مربوطه بحبال وبيعلقوها على الايكون دي بشكل في وضع الصليب، وبيبتدوا يجلدوها 100 جلده، الجلده حقيقي طبعا، بالتناوب مش مع بعض، 100 جلده. ده بيحصل في اول يوم. اليوم الثاني في واحد من الاثنين شباب اللي بيجلدوا معاه العدد الاكبر في الجلد ومعاه ادوات اعنف، يعني معاه نوعيه كرابيج بتبقى اعنف شويه. الشخص ده في المره الثانيه بيحصل ان البنت اللي كانت بتتجلد مع بنت ثانيه بياخدوا نفس الولد ده بيربطوه على الايكون دي بنفس الحبل في وضع الصليب برضه، بيبتدوا يجلدوه هو ال 100 جلده. فإنها تفكر إنها تجسد المعاناة دي بعلامات جسدية بالقوة دي، ده كان فعلا يعني فكرة قوية جدا منها، وأنا بحييها قوي عليها إنها قدرت تتحمل 100 جلدة، بجانب برضو الشخص اللي تم التبادل معاه في اليوم التالي ان هو برضو يتحمل ده. ليه الضرب بجد وليه ليه علامات، هو ده اللي بيميز النوع اللي أنا بشتغله عن المسرح أو عن أي حاجة تانية تمثيلية. إنه هو لازم يبقى كل حاجه بجد، لدرجه ان انا لو عايزه استخدم في فكره ان انا عايزه انزل دم، فانا هستخدم سكينه حقيقيه وهنزل دم حقيقي، عكس المسرح او عكس اي فن تاني ان بيبقى السكينه فيك، الكرباج فيك، الدم فيك، الضرب كله فيك. ضرب حقيقي كان واقعي، وسماح ليه اللي كان بتتضرب من جلده فعلا مش قليل، وكانت كتير، وكانت مش بنفس الكرباج، كان باكتر من كرباج، وكان في اتنين بيتبادلوا الضرب معاها. والفكره في الرساله الكرابيج هي تجسيد للالم النفسي اللي بتتحمله المراه، مش الالم الجسدي.